أنا بعيد عن زوجتي لمدة طويلة لظروف العمل، يقول وتشتد شهوتي كثيرا، فما الواجب علي لحفظ نفسي؟ تسافر لزوجك ثم ترجع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: وإذا لم تقدر على السفر عليك بالصيام، فإنه يقمع الشهوة. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني مثل الخصاء. نعم.